السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب صف أول، أهلا ومرحبا بكم من مدرسة الضياء الخاصة. سوف نشرح درسا جديدا في مادة أحب لغتي، إعداد وتقديم الأستاذة دعاء علي. درسنا اليوم يا أبنائي يتحدث عن الألف واللام الشمسية. الألف واللام الشمسية، درسنا سابقا الدرس السابق أو الفيديو السابق الألف واللام القمرية كاملة، ولكن اليوم يا أبنائي سوف ندرس الألف واللام هيا بنا نتعرف على اللام الشمسية من خلال هذه الأغنية. فماذا تقول اللام الشمسية؟ فماذا تقول؟ تقول لنا: أنا اللام الشمسية حلوة بس شقية، تكتبني ولا تنطقنيش، والحرف اللي يجي بعدي يبقى مشد. بصوا وشوفوا يا حلوين، إخواتي هم مين؟ تاء ثاء، دال ذال، راء زاي، سين شين، صاد ضاد، طاء ظاء، لام نون. إخواتي هم مين؟ تاء ساء، دال زال، راء زاي، سين شين، صاد ضاد، طاء ظاء، لام نون. يبقى اللام الشمسية زي ما بتقول عندنا هنا الشمس، اكتبني ولا تنطقني، اكتبني ولا تنطقني. هي اللام الشمسية تعريفها ايه؟ تعريف اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تنطق. اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، والحرف الذي يأتي بعد اللام يكون مشددا، أي ينطق الحرف الذي بعد اللام مرتين، مرتين اتنين ننطق الحرف اللي بعد اللام، الأول ساكن والثاني متحرك. يبقى معنى أن الحرف اللي بعد اللام يكون مشدد أبنائي، معناه ذلك أن هذا الحرف ينطق مرتين اثنان، ليست اللام. انتبهوا معي، نعم إنها ليست اللام، ولكن الحرف اللي بعد اللام اللي احنا بنقول عليه حرف مشدد سينطق مرتين اثنان، الأول منه ساكن والثاني يكون متحرك. ومعنى متحرك أبنائي أي أنه يأخذ حركة فتحة أو ضمة أو كسرة، هذه معنى كلمة متحرك. نتعرف على اللام الشمسية من خلال هذه الأمثلة. طبعا زي ما احنا عرفنا أبنائي أن حروف اللام الشمسية 14 حرفا، كل مجموعة من الحروف الهجائية قسمها الأب بين اللام الشمسية واللام القمرية. اللام القمرية أخذت 14 حرفا وجمعناهم في جملة جحا غبي فك مخ وقع، وباقي الحروف اللي هم 14 حرفا أخذتهم الحروف الشمسية. وهذه الحروف مرة ثانية أبنائي وحرف التاء والثاء والدال والزاي، راء زاي، سين شين، صاد ضاد، طاء ظاء، لام نون. وهيا بنا نقرأ هذه الأمثلة. ماذا تشاهدون أبنائي؟ ماذا تشاهدون؟ الدراجة، الدراجة. ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن اللام لا تنطق، والحرف اللي بعد اللام حرف مشدد. وما معنى مشدد أبنائي؟ معنى مشدد إن هذا الحرف ينطق مرتين اثنان، الأول ساكن والثاني يأخذ حركتي. لاحظوا معي نطق هذه الكلمة ألف، نطقت الألف ونطقت اللام على طول بعدها ولم أنطق اللام. أي ألف والدال، وبعدين نطقت الدال كمان مرتين اثنان. الدراجة. الكلمة الثانية
ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ نلاحظ أس لاحظوا معي، لا أنطق اللام، والحرف اللي بعد اللام ينطق مرتين. أس الساعة. الكلمة الثالثة، ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ ماذا تشاهدون؟ ألا ماذا تقول معلمتي؟ الليمون. ألا، إحنا نطقنا اللام. أبنائي انتبهوا معي، إحنا لا ننطق الألف واللام اللي هي لام الشمسية، ولكن الكلمة كلمة ليمون بدون الألف واللام. ليمون، أول كلمة ليمون إيه؟ حرف اللام، فأنا لا أنطق اللام الشمسية، ولكن أنا بنطق اللام الموجودة في أول الكلمة، عشان زي ما إحنا قلنا إن حرف اللام هوت موجود قدامنا من إخوات اللام الشمسية، فلو وضعنا الأول الكلمة ألف ولام وبعدها لام، يبقى أنا لا أنطق اللام الإيه؟ اللام الشمسية، ولكن أنا بنطق حرف اللام اللي هو بعد اللام الشمسية، فبنطقه إزاي؟ أقول ألا، ألا، نطقت الحرف اللي بعد اللام الشمسية، مش اللام، أنطق، أنطق أول حرف في الكلمة اللي هو الحرف اللام هنا من أصل الكلمة، ولكن الألف واللام الشمسية اللام لا تنطق فيها، فأنطق ألا، الليمونو. وهذه الكلمة ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون في، ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ ألاحظ أو أشاهد، ننطق أنا، أنا، بصوا النون نطقت مرتان اسنان، واللام الشمسية لا تنطق، أنا، النظارة، النظارة. وهذه كلمات أو أمثلة بها اللام الشمسية. هيا بنا نستكمل هذه الأمثلة أبنائي. الكلمة الأولى هي بنا نتهجى، تي م تم تم سا حن. لاحظ هي بنا ندخل الألف واللام على هذه الكلمة. طيب معلمتي، هذه الكلمة تبدأ بحرف التاء، التاء من حروف اللام الشمسية، أحسنتم، يبقى هنا اللام لا تنطق، والحرف اللي بعد اللام نضع عليه شدة. طب هنضع عليها شدة وإيه؟ نلاحظ كده حرف التاء هنا فتحة؟ لا. ضمة؟ لا. هنا حرف التاء تحته كسرة، يبقى عندنا هنستخدم شدة وإيه وكسرة. كلمة تمساح، ونلاحظ إن إحنا عندنا التنوين، فهنفك التنوين دوت، هيكون عندنا ضمة واحدة، لأن الألف واللام لا تحب التنوين، أي ألف ولام سواء لام شمسية أم لام قمرية لا تحب التنوين، فتصبح الكلمة. هيا بنا نتهجى ونقرأ هذه الكلمة، ستكون بعد أن ندخل عليها الألف واللام، التي. بصوا التاء نطقتها مرتين اسنان، واللام الشمسية لا تنطق، نطقت الألف وبعدها التاء مرتين اسنان، الأول ساكن والثاني متحرك، وكمل باقي الكلمة، فتصبح التي، التي، التمساح، التاء مرتين اسنان، التمساح. وهنا وضعت الشدة طبعا، شدة وكسرة، لأن التاء هنا أول حرف أسفله كسر. الكلمة الثانية أبنائي، ثوبون، ثوبون، ثوبون. طيب نضع لهذه الكلمة الألف واللام، طبعا هنضع لها ألف ولام إيه؟ شمسية، لأن الثاء من حروف أو من أخوات اللام الشمسية، تبقى اللام لا تنطق والثاء هتنطق مرتان اسنان، الأول ساكن والثاني متحرك، وحركتها هنا الفتحة، يبقى أنا أضع شدة وفتحة، فتنطق الث، الث، الثوب، الثوب، يبقى عندنا الثوب شدة وفتحة، واللام زي ما أنا وضعت أسفلها علامة إكس أو علامة خطأ، إن اللام إيه؟ لا تنطق. طيب الكلمة الثالثة، دبن، دبن. طيب نضع لهذه الكلمة ألف ولام، طبعا عندنا كلمة دبن أول حرف من حروف الألف، من حرف الدال، وهو من أخوات اللام الشمسية، فتصبح مثل باقي الكلمات، إن اللام لا تنطق، والدال سوف نضع عليها الإيه؟
الشده. طيب هنضع للشده تبقى شده وفتحه ام شده وضمه ام شده وكسره؟ هنا نضع عليها شده وضمه. لماذا معلمتي؟ لان حرف الدال في كلمه دب عليه ضمه، فستكون الشده شده وضمه. ولاحظوا معي نطق هذه الكلمه، ستكون ادو اد ادو، الاول ساكن والثاني ياخذ حركه الايه الضم. ادو الدبو الدبو. وبكده ان احنا نكون، هيا بنا ابنائي نطبق على اللام الشمسيه وايضا على اللام القمريه، لاننا درسناها في الفيديو السابق من خلال هذا التطبيق. هندخل على هذه الكلمات الاتيه شفويا ثم نضعها في الباب المناسب. هذه الكلمات بها لو بعد ما نضع لها الألف واللام، نتهجى هذه الكلمات ونقرأها ونضع لها الألف واللام. بعد أن نضع لهذه الكلمات الألف واللام نتعرف شفويا هل نضعها عند باب اللام القمرية أم نضعها عند اللام الشمسية. من خلال هذا الشرح يا رب يكونوا استفدتم من هذا الشرح وتقدروا تطبقوا على هذا التدريب. بعد اللام الشمسية نأخذ نبذة عن الشدة، لأننا قلنا بعد اللام الشمسية يأتي الشدة. فماذا نعرف عن الشدة أبنائي؟ هيا بنا نأخذ نبذة عنها ونقول أن الشدة هي صوتان لحرف واحد، الأول منه ساكن والثاني متحرك. يبقى الشدة هي صوتان اثنان لحرف واحد، هو حرف واحد بس ننطقه أو صوته مرتان اثنان، الأول منه ساكن والثاني متحرك. ونتعرف أكثر على الشدة من خلال هذه الأنشودة. فماذا تقول أنشودة الشدة؟ هيا نتعرف عليها. فتقول: مرحب مرحب، من أنت؟ أنا الشدة، لي أشكال عدة، شدة مع فتحة، وشدة مع ضمة، وشدة مع كسرة، وآتي مع التنوين، تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر، وآتي مع اللام الشمسية. أنا صوتان لحرف واحد، الأول ساكن والثاني متحرك. طب شكلك إيه؟ رأس السين. مرحب مرحب يا شدة. يبقى الشدة جت عرفت نفسها وقالت أنا عندي أشكال عدة. أشكالها إيه أبنائي؟ بتأتي شدة مع الفتحة، وشدة مع الضمة، وشدة مع الكسرة. وأيضا أبنائي تأتي الشدة مع التنوين. عندنا أنواع التنوين: تنوين الفتح، وتنوين الكسر، وتنوين الضم، بتأتي معهم الشدة. وأيضا تأتي الشدة زي ما درسنا دلوقتي مع اللام الشمسية، لأن الحرف اللي بعد اللام الشمسية يكون مشددا. أحسنتم. ومعنى الشدة أبنائي أنا صوتان لحرف واحد، هي صوتين اثنين لحرف واحد، الأول ساكن والثاني متحرك. طيب شكلك إيه يا شدة؟ الشدة شكلها مثل رأس السين، مثل رأس السين. السين طبعا شكل رأس السين دون الطبق الذي يكون فيه حرف السين، وهذه تكون الشدة. فالشدة هي صوتان لحرف واحد، الأول منه ساكن والثاني متحرك. هيا بنا أبنائي نقرأ ونلاحظ هذه الكلمات التي بها شدة، مثل هيا بنقرأ هذه الكلمة: دال ضمة دو، الباء طبعا عليها تنوين الضم وأيضا عليها الشدة، فكيف تنطق؟ تنطق الباء دي
ستنطق زي ما احنا شايفين فكنا هيا بنا نفك الشدة فتحال إلى حرفان اسنان، الأول ساكن والثاني يكون متحرك، والحركة هنا الايه تنوين الايه الضم، فتكون فتنطق دب بن دب بن، باء ضمتين بن باء ضمتين بن. طيب الباء دي تنطق مرتين اسنان فتكون دب، الباء الأولى ساكنة والثانية والثانية يكون عليها الايه التنوين، دب بن دب بن. هذه تكون مشددة لأن صوتين اتنين هما لحرف واحد. الكلمة الثانية هيا بنا نتهجى، ميم ضمة مو، عين فتحة ع، لام هنا عليها شدة وكسرة ففكينا الإدغام بتاعها أو فكينا الشدة بتاعتها هنا لحرفين اثنين لام، الأول ساكن والثاني الحركة بتاعتها الإيه الشدة، ميم ضمتين من تبقى مو ع معلي. لاحظوا معي اللام معلي معلي من معلم. الكلمة الثالثة أبنائي ميم كسرة مي، قاف فتحة قاف. طب الصاد هنا على الصاد نفكها الاسنان، الاول ساكن والثاني ايضا عليها تنوين الضم، تنوين الضم صاد ضمتين صن صاد ضمتين صن. هيا بنا نجمع الكلمه بعد ان تهجناها حرفا حرف، مقص 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 صن. لاحظوا معي حرف الصاد سينطق مرتين اسنان، مقص صن، الصاد الأولى مع القاف لأن السكون مع اللي قبله، والصاد الثانية تنطق بالحركة، مقصن مقصن. نقرأهم سريعا مرة ثانية، دب معلي معلم مقصن مقصن. وبعد أن أخذنا التدريب على الشدة هيا بنا بقى ندخل على هذه الكلمات الألف واللام، بعد أن ندخلها نطبق على الشدة. طبعا هذه الكلمات كلها تبدأ بحروف مجموعة اللام الشمسية، كلمة ربيع أولى حرف الراء مجموعة اللام الشمسية، ثعلب حرف الثاء من مجموعة اللام الشمسية، وحرف وزهرة ازاي من حروف اللام الشمسية، شجرة من حروف اللام الشمسية. هيا نطبق أبنائي، نضع لهذه الكلمات الألف واللام فستكون الألف واللام الايه الشمسية تكتب ولا تنطق، والحرف اللي بعد اللام يكون مشددا. هيا نطبق من خلال هذا الشرح نطبق على هذا التدريب. أتمنى أبنائي وبناتي إن أنتوا تكونوا استفدتوا من شرح اللام الشمسية والنبذة البسيطة عن الشدة، مع تمنيات أسرة مدرسة الضياء الخاصة بالنجاح والتوفيق المستمر. كان معكم إعداد وتقديم الأستاذة دعاء علي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.